السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. طبعا هذا حيكون مقطع سريع، حبيت أوضح لكم شغلة. اليوم وصلني كمان هدايا من الشركة. طبعا هدلون نحن أخذناهم باللعبة حاليا. الهدايا اللي وصلتني 1000 RC، بسوي لها كليم، ووصلني 500 كوبون مع 600 RC، كمان بسوي لهم كليم، ووصلني 1000 RC، ووصلني سكن لل HK416، وصلني اوتفيت كمان بسوي لهم كليم. طبعا هلا حقلكم شو اللي عم يصير. طبعا انا حطيت تعليقات على مقاطع تيك توك القديمه انه انتم اذا استعملتوا الكود تبعي ما بيوصلكم هالهدايا هاي. طبعا انا بارتر مع الشركه وصانع محتوى، وكمان موجود عنا السيرفر الديسكورد. حوريكم سيرفر الديسكورد، فيكم تفوتوا على سيرفر الديسكورد. هذا هو. طبعا هذا سيرفر الديسكورد تبعنا، تبعت المجتمع تبعينا. في عنا روم اسمها انداون، اللي حابب يدخل الديسكورد اهلا وسهلا، دائما هون نحكي مع الشباب وبنتساعد. وطبعا في الديسكورد الرسمي للشركه، هذا هو الديسكورد الرسمي العربي، بتلاقوني انا موجود كمان هون بالديسكورد الرسمي. وطبعا في عندكم روم اسمها جنرال، بتقدروا تحكوا مع اللاعبين كلهم. وهون بنسوي نحن هدايا وبنسوي جيف اويز وبنسوي جوائز. طبعا هون كله موجود، كل المسابقات موجودة هون. بنسوي مسابقات على RC وعلى جولد وعلى كل شيء، شارك واربح. وخلال العيد كمان سوينا مسابقات كتير. طبعا الكود اللي انتو عم تستعملوه هو احمد، انا ما بستفيد منه شيء، هذا الكود بس عشان انتو بيجيكم هدايا. حاليا هاي الهدايا اللي بيعطوكم اياها عبارة عن كاب او الطاقية، حاليا هي الموجودة، وان شاء الله حيكون في تغيير دائم لهدلون الهدايا. طبعا هي الهدايا اللي اعتقد هي الطاقيه اللي بيعطوكم اياها الهديه. وطبعا الكود هذا بس بيعطيكم اشياء ايتمز باللعبه وسكنات واشياء غير الار سي، يعني ما بيعطيكم شدات. الشدات بما اني انا صانع محتوى وبما اني بارتنر مع الشركه، وانا بسوي كمان جيف اواي، بسوي توزيع هدايا، وان شاء الله قريبا حنسوي توزيع هدايا، بخبركم عنها في الديسكورد عندي. بس للاسف انا تيك توك ما بقدر اسوي بين، مره ثانيه اعملكم، ما بقدر اسوي بين على التعليق. لما اكتب التعليق انه انتم ما بيصلكم شدات، بيصلكم اشياء داخل اللعبه. بس المشكله على تيك توك، الله ساعدنا عليهم، ما عم يخلونا نسوي بين للتعليقات. المهم حبيت اوضح لكم هي النقطه. لا تنسوا تتابعوني، وان شاء الله ما يكون حدا زعلان. وبنشوفكم ان شاء الله بمقطع جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.